صباح الخير، انا اسمي دكتور مجد المنقبادي، والنهارده عندنا الحلقه الرابعه من طب ونظافه. الحقيقه النهارده انا عايز اتكلم على زي ما انتم شايفين على الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في البيت. الحلقه دي تهم جدا ست البيت، ازاي ان احنا نحافظ على النظافه في حاله الهستيريا اللي العالم كله بيجتازها من اجل النظافه. طبعا شايفين انا لابس جوانتي. الجوانتي الحقيقه يعني هو طبعا مفيد جدا ان هو يمنع ان الميكروب يوصل لليد، لكن مش معنى كده ان هو وقايه كامله. ليه بقى؟ لان هي نفس الفكره، ده برضو سطح املس، ولو وصلوا هنا الميكروب اللي هو على مكان الجوانتي، وبعد فتره حضرتك او حضرتك مسكتي لا قدر الله عينك او مراخينك او فم، بيدخل الغشاء المخاطي بيوصل الميكروب. اي ميكروب، انا ما بتكلمش على الكورونا بس، اي ميكروب ممكن يوصل. لذلك سواء انا لابس الجوانتي او قلع الجوانتي، في الحالتين معرض الجسم. عشان كده احنا عملنا في الحلقه معرض الجسم للدخول الميكروب. عشان كده احنا عملنا في الحلقه الاولى حلقه كامله مخصوص عن ايه، عن ان احنا نغسل ايدينا ازاي. ويا ريت تشوفوا الحلقه الاولى، مهمه جدا، لان دي اسلم طريقه لغسيل للقضاء على الميكروب او للوقايه منه، ان انا اغسل ايدي صح، واغسلها ازاي بالطريقه اللي احنا شرحناها بالتفصيل. كويس، دي في الحلقه الاولى. كويس، هنيجي بقى للحاجات التنظيف. انا هقلق الجوانتي لسبب عايز اوريكم ان هي نفس المشكله. انا لو مسكت ايدي او عيني او مراخيني هي يعني. كويس، انا بقى دلوقتي عايز مثلا اعقم اللابتوب بتاعي او الايباد بتاعي او الموبايل بتاعي الى اخره. بعمل ايه بقى؟ حضرتك هتجيب اي ازازه برفاه قديمه عندك في البيت فاضيه. كويس، وبتجيب نسبة كحول، بتجيبها بقى من الصيدلية، بتجيبها من العطار، بتجيبها من الراجل بتاع البرفاه، وتخلط. أهم حاجة بمنظمة الصحة العالمية يا جماعة بتقول نسبة الكحول تكون ما بين 70% لـ90%. بتحط نسبة الكحول، عندنا بقى حاجات كتير جدا ممكن نستخدمها في البيت، هنشرح يعني واحد واحد. نسبة الكحول، وبتعمل بقى تطهير بيها بالنسبة لإيدك، بالنسبة للموبايل، ولو مثلا عندنا ترابيزة زي دي، أنا بس بنضف كده. بعمل حاجه فيه نقطه بقى مهمه جدا محدش واخد باله منها، ان احنا نعمل كده بننظف، وبعد كده بنستنى حوالي من 15 لـ20 ثانيه. يعني بمسحش على طول. ليه؟ بدي فرصه ان هذا الكحول او هذا السبراي اللي انا حطيته، سواء الكحول او مثلا ميه بكلور او ليمون او خل زي ما احنا هنشوف، هيطهر. اديله فرصه يطهر، وبعد كده ابتدي امسح 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 امسح. وطبعا بعد ما امسح وانظف ملمسش هذا المكان. تمام، خدنا ازازه البرفان بتاعتنا، حطينا، ممكن نحط فيها طبعا في طرق كتيره، احط فيها 70 لـ90% كحول، وممكن احط لها نقطه جليسرين، نقطتين ثلاثه جليسرين. ليه بقى؟ عشان يثبت الماده. كويس، حاجات تاني بقى بتستخدم، مثلا في عندنا هنا الكلور. الكلور بيفيدنا جدا في تنظيف الارضيات، تنظيف الحمامات. برضو ما تحطش كتير ميه، حط الميه تلتين ميه، وحط 3 معالق كلور، وممكن تضيف كمان ماء اكسجين. تمام، بعد كده في عندنا الخل. الخل احنا قلناه في الحلقه اللي فاتت ان انت ممكن تطهر بيه الاكل، ممكن نضيف كمان الخل، ممكن تطهر بيه الحمام او الارضيات تستخدمه. الملح ممكن تطهر بيه الاكل، تساعدك في تطهير الاكل، زي ما قلنا في بيكربونات الصوديوم كمان بتستخدم في تطهير الاكل. حاجه تانية في بيكربونات الصوديوم والملح، انك انت ممكن تستخدم الملح زي الخل، ميه بملح في الغرغره، عشان نمنع وجود الميكروب او نقلل من احتمال وجود الميكروب في الزور. والخل والملح والليمون عندهم حاجه ميزه كبيره جدا، بينزلوا الميكروب في المعده، فده بيقلل من إمكانية معيشة الميكروب، لأن الميكروب ما بيشتغلش مع الأحماض بتاعت المعدة. طبعًا الليمون نفس الكلام، الصابون شفناه في الفيديو الأولاني، أنا مش هقول اسم الشركة، بس صابون مطهر من الصيدلية. عندنا هنا مثلًا الفينول لتطهير الحمامات، مهم جدًا جدًا، وتطهيرك أنت المكان اللي أنت بتقعد فيه. استنى! متشكر متشكر متشكر. ننظف ايه بقى؟ ننظف مثلا الفيشه اللي انا كل شويه ادوس عليها دي. يا ريت لما تدوس على الفيشه او على زر الاسانسير او كده بتدوس بمنديل. كويس، تنظفها كل شويه، كل مثلا ساعه ولا حاجه
المادة مكان ايدك يعني كده. مكان المادة بتنضف كده، نضف الموبايل بتاع حضرتك، مهم جدا انت ماسكه طول اليوم طبعا. برضو نفس الفكرة، تحط السبراي بتاعك، خلي بالك ان الموبايل طبعا ما تحطلوش مية من جوه فوق الجناب، يا ريت يبقى كفر لي. نضف كده، نضف المفاتيح بتاعتك، حاجات اللي انت حضرتك بتلمسها على طول، دي اهم حاجة تنضفها بالتفصيل، الدركسيون بتاع العربية وهكذا. طبعا بتمنى لكم كلكم حياة سعيدة، ما تفكروش كتير لان عولاء الهم بيضيع الحالة النفسية، ويخلوها على ربنا سبحانه وتعالى. ورب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت لايك للصفحة الرئيسية مش للفيديو ده بس. ومنتظر اسئلتكم. ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.